خليني بقى ارجع مع طارق العشري اللعيب، لانه الناس كتيره طبعا عارفه طارق العشري وعارفه تاريخه التدريبي والانديه الكثيره اللي انت توليتها ما بين المقاولين وما بين انبي وما بين الاتحاد السكندري وما بين حرس الحدود وسموحه وغيرها، طلائع الجيش وغيرها من الانديه الكثيره. يعني تدربت المقصه ولا لا؟ لا ما دربش مصر المقصه، لكنه طارق العشري لكن دربت وادي دجله. وادي دجله ايوه مظبوط، وادي دجله. انهم كانوا متشابهين الحقيقه، وكانوا الاثنين فرسين رهان بالزبط داخل الدوري المصري. والله بنتمنى العوده لوادي دجله، ونتمنى يعني ايه الفتره الصعبه على المقصه انها يطلعوا منها ان شاء الله ويرجعوا كما كانوا باذن الله. لكن عايز ارجع لطارق العشري اللعيب، لانه ده مهم جدا جدا الناس تتعرف على تاريخك يا كابتن طارق. انا بدات في كفر الدوار، في انت من ابناء كفر الدوار؟ ابناء كفر الدوار، غزل كفر الدوار. نعم. وكان عندنا مدير القطاع كان الحاج شتا. حاج شتا ده كان لعيب كبير، وكان اسم مشهور، اسم كبير جدا. نعم. تمام. وكان في القطاع فكان بيدور في الاقاليم زي ما انت كده شايف في الغزل، وياخد العناصر المبشره لنادي الاتحاد. نعم كويس. انا ما كنتش من ضمنه يا راجل. انا رحت صدفه النادي الاتحاد. صدفه لواحد زميلي كان جاري في نادي الاتحاد في كفر الدوار، كان هو اللي راح يختبر، وقال لي تعالى اتفرج عليا. ف رحت اتفرجت عليه في المدرجات. فكان ماسك الله يرحمه الفريق 16 سنه كابتن علي الكلاب. الله. وكابتن جابر مشهور بلقب الصرصار. كابتن محمد جابر مشهور بلقب الصرصار. والاثنين كانوا ماسكين فريق 16 سنه. فبعد ما اختبر زميلي ما قبلش. فخدت لبسه ونزلت. لا والله. والله انت قلت له هات اللبس انزل انا بقى. فقلت له انا هاخد اللبس فكان الكابتن علي خلصوا اختبارات، فرحت قعدت انادي على الكابتن علي وهو ماشي رايح لغرفه الملابس. قلت له انا عاوز اختبر يا كابتن. فالتفت كده مره واحده كده، التفت قال لي يا ابني احنا خلصنا اختبارات. قلت له لا، انا عاوز تختبرني. انا جاي من كفر الدوار. انا جاي من كفر الدوار وعاوزك تختبرني. فبص ليا كده ومره واحده كده ثبت وفكر شويه، وبعدين قال لي انت بتلعب ايه؟ قلت له انا بلعب مساك. من يومك مساك؟ قال لي انت بتلعب مساك؟ قال لي. فبص من فوق لتحت، ما تنساش الكابتن علي كان بيلعب في مركز قلب الدفاع. فالمهم قال لي اختبرني، اختبر التقليدي، الكنترول على الكنترول بتاع الكوره والباسنج والهيدرز. فقال لي تعرف، قال لي انت بتلعب فين؟ قلت له بتلعب في غزه. قال لي تعرف تجيب الاستغنى؟ قلت له اعرف على طول كده من غير ما يدخلك تقسيمه ولا بتاعه ولا اي حاجه. قال لي تعرف تجيب الاستغنى؟ قلت له اعرف اجيب الاستغنى. حلو. المهم جبت الاستغنى وجيت. وابتديت من 16 سنه في فريق مع كابتن علي. بعدين مره الكابتن علي بيقول لي يا ولد طارق، عارف انا لما انت جيت قلت لي انا عاوز اختبر، قلت له قال لي انا كنت بدور على مساك. يا نهار ابيض، سبحان الله. فمن ساعتها بقى 18 سنه، انت عارف احنا كنا من 18 سنه بنبتدي ينشلوا علينا الفريق الاول. مظبوط. من 18 سنه 19 سنه ابتديت اخش مع الفريق الاول مع كابتن اباظه والكابتن علي، كابتن فؤاد مرسي. كانوا ماسكين فريق اول. كان ده يتولى يعني فتره، وبعدين ده يتولى فتره ثانيه. والاتحاد كان دايما بيعتمد على ابنائه في التدريب يا كابتن. كابتن كاتو، كابتن فؤاد مرسي، كابتن اباظه. احنا كان عندنا ثلاث مدربين بيتناوبوا. كابتن اباظه، كابتن فؤاد مرسي، الكابتن فاروق احمد علي. ايوه مظبوط. فالثلاثه دول يمكن كانوا هم الابرز في الفتره دي. دخل معاهم الكابتن شحت الله يرحمه. ايوه شويه صح، عليه رحمه الله. وكابتن بوب الله يرحمه برضه كان بيمسك على مدير الكوره. كابتن عبده ابو العيله طبعا هو اللي كان علاج الطبيعي والمعد البدني. هو كان مدرب احمال. المعد البدني زمان، ومعد بدني من غير ما يطلعوا كلمه المعد البدني ما كانتش لسه انتشرت. بالظبط كده، بتاع الفريق. ابتديت احط رجلي بشويه شويه لحد مباراه المصري في بورسعيد موسم 83. على الله يرحمه كاستن مسعد نور. مسعد نور. وكابتن اباظه خد قرار ان انا العب المباراه دي. يا نهار ابيض، على مسعد نور في بورسعيد. يا خبر ابيض. الاتحاد والمصري ديربي. يا جماعه الاتحاد والمصري في بورسعيد او المصري والاتحاد في اسكندريه ديربي. ديربي والمدرجات متقفله. ديربي السواحلي. نعم. السواحلي. صحيح. فلعبت على الكابتن مسعد نور. نهار ابيض. وكابتن مصعب نور يعني قيمه وقامه الله يرحمه.
يا سلام. وبعدين انا كنت صراحه يعني مش عاوز اقول لك مرعوب ولا بلعب عليه، وبلعب في بورسعيد. وانت عارف الملعب لما كان في ملعب بورسعيد في الماتشات اللي زي دي عامل ازاي، امال ايه الجمهور بتاع بورسعيد عامل ازاي، الجمهور اللي جاي من اسكندريه عامل ازاي. فربنا وفقني وكنت اول ماتش العبه ولعبت كويس جدا جدا. هو المصري كسبنا 1-0، بس انا عملت ماتش كويس جدا كناشئ طالع. الكابتن عبد الله بيضخه مع الفريق كويس. بعدها لعبت، يعني انا كنت عاوز اوري لك انا كنت بلعب على مين. فراوده كنت بلعب عليهم. ايوه التقل. ايوه تاني مباراه مع الزمالك ضد كورشي. يا نهار ابيض، يا خبر ابيض على الصعوبه. ايه ده ايه ده ايه ده، يعني مش عاوز اقول لك قد ايه يعني. وكان طبعا ودي المباراه اللي يمكن ثبتت اقدامي مع نادي الاتحاد، لان عملت مباراه عمري ضد كوارشي، واعتقد ان انا يمكن لغيته تماما. كان الله يرحمه المذيع احمد عفت على رحمه الله. يا سلام. نعم تمام. فبيو يعني قال لك ده كابتن اباظه قال لي طارق العاشري الزق لكوارشي. ايوه ايوه كان معلق لطيف جدا. الزق لكوارشي. نعم. فلزق له لزقه جامده. نعم. ما جابش. عارف كابتن احمد عفت زملكاوي. زملكاوي طبعا، بس راجل جميل والله. فالماتش يعني صعب جدا، وده كان الماتشات اللي ثبتت قدامي. بعدها كابتن حمدي نوح. يعني انت شايف ما انا يا جماعه انتوا بتحطوا لنا الماتشات ورا، وانا مش هينفع يعني ان انا اضيف قدام، تحطوا لنا على الشاشه اللي هنا. يعني في كل فريق كان في اثنين سترايكر على الاقل. كان زمان بيلعبوا اثنين فراوده، يعني مش عاوز اقول لك اثنين تقال تقال. محمد حسام كان معلق. وما كانش بيه يا جماعه على كباين للمعلقين. دي المباراه بتاعت الاتحاد والاهلي. دي 0-0 يا طارق. 0-0. ويمكن انا انفردت بيك كابتن جمال غندور وخبطتك في بركبتي في عينك بسن الجزمه. ركبتي ايه؟ ركبتك ايه؟ انت طلعت مني خلي بالك جول بدماغي. هتلاقي موجود عندهم ده في كان بيعلق اشرف شاكر ساعتها. وكره في الثانيه جمال غندور الحكم اهو. كابتن جمال غندور كابتن جمال الحكم. وده من الماتشات الجميله اللي انا بحبها. وبرضه هتبص على المدرجات اذا جت الكاميرا. انت شايف هتشوف لو الكاميرا فتحت هتلاقي الاستاد على اخره. على اخره. متاكد؟ استاد اسكندريه. طبعا. تمام؟ على اخره. على آخره. السنتر كله اتحاد. وبقيه الجزء بتاع النادي الاهلي كله. جمهور النادي الاهلي. طبعا. وكانت مباريات اللي هي طبعا يعني الناس كلها في اسكندريه واللي حتى على التلفزيونات وعلى الشاشات بتستناها من زمان يعني. انت عارف يا كابتن طارق ان انا من المفارقات الغريبه ان انا مع الاتحاد السكندري ما خسرتش قدامهم ولا مباراة. ولا مباراة. 15 مباراة لعبتها. دخل مرمى هدف واحد كان من ضربة جزاء. الأهلي كسب 4-1، واللي سجله كان أحمد رجب، والماتش ده كان اتلعب في المنصورة. كان فيه عقوبة باين على الاتحاد السكندري فنقلوا الماتش في المنصورة. دي من المفارقات العجيبة. أنا أصلا أنا بحب دايما نادي الاتحاد. كمل كمل قصة الزمالك وقصة الماتشات مع النادي الاتحاد. فابتديت شوية بشوية. نعم. كلاعب إن أنا أثبت أقدامي. 85 لو تفتكر. أيوه. ابتديت اروح منتخب مصر. صح. لو تفتكر ان رحنا كان في ارتباط دولي في النرويج، وكان منتخب مصر لسه خارج من المغرب في بطوله كاس عالم مصر والنرويج. لما خرجنا 2-0 من. نعم. فقالوا يعملوا جيل جديد. صح. وكان حارس المرمى حراس المرمى في الوقت ده كابتن علي اغا الله يرحمه. علي اغا. وكان معاه كابتن احمد ناجي. وافتكر يعني ان احنا خدوا مجموعه صغيره، كل الصغيرين اللي طالعين كان حسام حسن واحمد رمزي وانا، ومعاهم عماد سليمان بس. مظبوط. من ال من نعم. كابتن عبده كان بيحكي. رحنا لعبنا المباراتين مع النرويج. في النرويج. كان في التزام. نعم. برد الزياره. وكان لازم كسبناهم في مصر. تعادلنا 1-1. 1-0 باين. انا لعبت المباراه دي 1-0. ودي المباراه اللي ودي المباراه اللي خلتني ليا اقدميه دوليه. انا كنت لسه بحكي القصه انها كانت مباراه رسميه مصر والنرويج، وانا لعبتها وادتني اقدميه. بس جه الكابتن جوهري بعد فتره كده قال لي هشام كان اقدم منك وكانت شغلانه كده، وحدوتها قلت له ما تفرقش معايا. بس اظن كسبنا اظن 1-0. بعدين كان في التزام برد الزياره عملوا الجيل الجديد. نعم. اللي هو كان الولاد اللي طالعين الصغيرين. نعم. وانا كنت واحد منهم.
رحنا مع الفريق الاول خسرنا 3 ومع الفريق الثاني الاولمبي خسرنا 6. يا نهار ابيض، كويس ان انا ما سافرتش. هم كانوا مضحيين بينا. ايوه صح، كانوا مضحيين بيكم، ده صحيح. وقالوا خدت الصك الدولي. وقالوا لنا، وقالوا لنا ان احنا لما يجي، كان جاي بقى ماي كريسماس. ايوه كان جاي ماي كريسماس. وقالوا لما يجي المدرب الانجليزي هنشوف مين اللي ممكن ينضم على المجموعه. انضم اعتقد حسام في المجموعه دي 86 اعتقد، من ان هو احمد رمزي اعتقد. اعتقد مش فاكر رمزي قوي. بس كان عماد سليمان. لا عماد كان اوريدي منضم. موجود. من 86 رجع المجموعه القديمه كلها. ايوه صح، رجع المجموعه القديمه كلها. يمكن اشرف قاسم اعتقد اشرف موجود. موجود. اشرف لاعب. اشرف مسدد البينالتي قدام الكاميرون. ايوه بالظبط. انا ممكن اقول لك كان حسام، كان الحارس كابتن ثابت البطل عليه رحمه الله. علي شحاته، محمد عمر، حماده صدقي، ربيع ياسين. والله ممكن يكون رمزي كان موجود. ممكن كان ربيع ياسين كان بيلعب فعلا. ربيع اساسي. مجدي رمزي كان احتياطي. مجدي عبد الغني. ممكن يكون رمزي احتياطي. مجدي عبد الغني، مصطفى عبده، طارق يحيى، شوقي غريب، والخطيب شوقي غريب لما جيب العافيه. انا فاكر اللاين فيرود كله. الكباتن الكبار يعني مصطفى عبده والخطيب وطارق يحيى وجمال عبد الحميد. وجمال. كان اشرف قاسم كان بيلعب في وسط الملعب بالظبط ساعتها. كمان حتى لعبنا في الاخر بعد ما خسرنا من السنغال 4-2-4 لو تفتكر يعني. بالظبط كده. وبعدين لما خدنا البطوله كانت الدوره بتاعت كوريا بتاعت الرئيس. ايوه لو تفتكر. ايوه دي بقى 87. ايوه صح. ورحنا البطوله دي في كوريا. ايوه وكانت بطوله جميله جدا جدا. واحنا عملنا فيها نتائج هايله للمنتخب. ايوه من بعدها ابتديت بقى في المنتخبات مع الكابتن جوهري، الكابتن الدكتور طه اسماعيل 94. نعم. وابتدينا بقى المشوار مع نادي الاتحاد، لكنه كمان دوره الالعاب الافريقيه في كينيا.